وانجس منك لم تر قط عيني. اي والله ده الكلام ده طبعا على السيسي. طبعا شفنا الاخبار المتداوله برضو، انا مش متاكد من صحتها ولا لا، بس في اخبار متداوله ان في مستشفى الشفا الصهاينه او جيش الاحتلال قيل ان هو اغتصب بعض النساء وقتلهم. ناهيك بقى طبعا عن الموضوع ده صح او غلط، لكن احنا كلنا شايفين ممارسات الاحتلال واللي بيحصل في غزه. عايز اقول لك بقى ان الكلام ده طبعا اثار موجه من الغضب وسط العرب كلهم الحقيقه، وحتى غير العرب استاءوا من الموضوع دوت زي ما هم مستهين اصلا بقالهم اكتر من 5 شهور على اللي بيحصل في غزه. لكن عايز اقول لك ان السيسي بقى، وبقول لك ليه انجز بني ادم في الوجود في الاوقات دي وفي الوقت ده بالذات، السيسي بيوقع اتفاقيه ان هو بيزود حصه مصر من استيرادها من الغاز الطبيعي من اسرائيل. انت متخيل؟ يعني احنا في عز الازمه دي وفي عز الموقف اللي بيحصل ده وفي عز ازمات المقاطعه اللي بتطال كل شركات الصهاينه او حتى الامريكان وحمله المقاطعه القويه اللي لها تاثير كبير، السيسي رايح بيعلن ده في العلن، يعني حتى مثلا مش في السر، يعني اذا بوليتهم في الستر، لا ده هو طالع في العلن وبيقول لك احنا هنوقع وهنزود استيرادنا من الغاز الطبيعي من اسرائيل.